راه بلادنا الحمد لله. صافي يا سونا سليمان بون هذا نخدم غير مزيان. سير تاعنا ماشي تاعهم. نو سون فيغ ديت الجيريان. وما كاش البلاد اللي تبنا في النهار. موعد جديد يجمعنا معكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم عبر قناة النهار إلى برنامج جزائريون. البرنامج اسمه جزائريون، ولكن هذه المرة قرر فريق العمل أن يكرم الجزائريات التي ينجبنا الجزائريون، وكما عفتم علينا فإننا نتشارك مع المواطنين في قصصهم المؤثرة ونغوص معهم إلى واقع مرير جدا قد نكون المنبر الوحيد الذي ينقله. مباشرة سنتابع هذه التفاصيل بعد أول فصل. مؤكد أن أغلب الأمهات يعتبرن أن الطفل أو الذرية هي أكبر نعمة يمكن أن تحظى بها من عند الله، تعيش لأجله ويكون بمثابة قرة عينها، ولكن ماذا لو اغتالت أيدي الإرهاب الجبان هذا الطفل؟ كيف تراها الأم تعيش بهذه الذكرى الثقيلة على قلبها وعلى عقلها؟ لمعرفة هذا